الرحمن الرحيم. بانتمان زهيم فايدشو شتيدان بانتمان زهيم فايدشو فيه تحريم المنابزة بالألقاب يتمز أو حرام قرار دين كبر اللقب قسم دين وهي الوصف بلقب يكره الشخص منابزة شما نقر يعني كنش دم سلاقب يسان اسكي عزي نافس دين أو تمشي كهان يتمس خرا شنا يعني جسي كوشكن خيرس شو دي كثير ميكي خبر أوسام كن تشبه سبب مثال أشي كش مانو خار خار سد موس تشبي أتاش بوزيتيف مانا كان مثال شيء مانا ماجي خار سد فيلك يوم كذا فلا أنا إيش فكر أنا كم لكن تو أشياء مثلا نيجيتيف كونوليشن أصلا جناسا كبار نه مش بس أغلب مش كونوس سو كويس كسي كان خير أصلا كويس سو جيتا بس دي كارو شيء كه يعني هم بور لقب قسم دي بور لقب دي شرب باش منا كلام بور لقب قسم دي نجدي تاكي فلو اگر كان كيس ماني مثال كان شو كيس منا داني يا سچو كيا عمران خان ما مالو ساش كركر دينا اگر كان كركر دينا ايش كمان ما كان شي دين باش ثاني انا شي يا وسيم اكرم ها يا ونس مالو مثال دو محمد شمي جي اذا شي زبردست بولينغ يا زبون ठीक है इसके शेयर इसके सब क्वेश्चन इस खैर है वरना ठीक है शेयर में आए तेरी करना है लेकिन अगर इसके वन हम इस दिन वाला नहीं है या सच्चू इसमें बाल रजन चले उम्र दिया है सुना जब उम्र आने मिली ना जिसने स्पीड समझ चला तो देखें हिंदू बार इस दिन वाला जो है ये कैसे इस क्वेश्चन या जी वो करो चुकी बुरला कब का समय दी बुरला कब शेष रोफ फरमा कि बुरला कब का समय दी अच्छा तो वन होते भी बुद्धि है मैं क्या इस लाख अभी ना लगते थे लेकिन वन होने की क्या इसके लिए मुख्य करो सकते हैं इतने बात इतनी मेरी ये बोलना बहुत जरूर एक तो बस मुख्य कर देते हैं मैं इतनी बुको समाज कर देते हैं इसमें ये सब ना क्या था पता नहीं मेरी लाइक नहीं मैं पर मैं ये सुनी ना सुना था जो तो सब उड़िया कोई रुड़िया कोई लोग थे उसे हम उसी बात ले मैंने एक साथ बाइक थी तो उसमें बहुत कोई नहीं थी कि साथ में ريش ساوري وبهر مستوى اذا اصل نقطه اذا طيب في كده او طلب ده مش بر ده بردس شلون زي ما لم يقل لا تنبذوا وانا ربنا فرموا ولا تنابزوا كيف فرموا تنابز تنابز مساتر ربنا فرموا لا تنبذوا كيند كايز هيك كيف فرموا مغرب ولا تلمزوا تل فرموا تلمزوا ما فرموا تنبذوا كازي وانا ذلك لان اللماز انا كازي يسقلب كارن قلت ناسان اذا اللماز يسقلب يسقلب كارن شو فالملموز قد لا يجد فيه في الحال عيبا يلمزه به كاش كور كاش اب يمشي اب كارن ابي شنو امي ساده اسمه كان اب اي مالا بن يت كده هي اسوا بس اب اتشن اس باسان كين وانما يبحث ويتتبع باتشو يمشي سنور دي ما يبدا بشا كان كان سنور ليتلي عمله على اي ذاك سولري او بس فيه اسمي اتي اتي اوب شي ما كنس كان فيوجد اللمز من جانب اوب شو اي ما كان اكي طرف دايني طرف شو اكثر اوقات شو مش اوب ما يمس مز اكي طبعا يا وقت كان كيا استعمال كان ولا تلميز اي تنام سو فورم فيرست استعمال كان في هذا الشيء ولا واما النبز رود وين برلقب فلا يعجز كل واحد عن الاتيان به اگر كش بيش كش بور لقب سو هيك اميس بوينس هو ان كش مطلب كه من كش خرا سو انس او داندا مثال كده سمع بور لقب تي من شو بور لقب دين امي شو جماعه تسمر دي مش انس اميس ما نام بدل لقب هو ايش تنابز شنو ايش دايو طرف هو او ابو شنو جلدي هكا دين طرف كده لكن بور لقب شو دايو طرف اميس هذا سن تابع يا واخو باب كيف كرني استعمال تفاؤل باب تفاؤل باب تفاؤل اسمه شو اصلا مشاركه مش دايو طرف هو بس شاتيك مسلم اس لي تابعي فرمه ربنا وانا فان من نبز غيره بالحمار فهو ينبزه بالثوب اگر كان عندي حمار سوى دان فالظاهر ان النبز يفزي في الحال الى التنابز ولا كذلك اللمس وانا النبز بر يعني لقب قشدون ايش باتنا ما امي سات تنابز استا سوت چيز بر لقب ديوان لكن اب يلي ان سكايد ايش جلدي ان شكا واپس كان اب ذكر كيره تابع فرمو ربنا ولا تلمزوا
اذا فرموا ولا تنابزوا. بس يا جماعه تصحوا ناس رب الكاش كويس طيب عربي شنو تقدر مدام يكبر يعني فهم يشي اصلا شي باب تفاؤل اصلا كاش اصلا شي مشاركه اصلا كاش مشاركه الهاق متكاسر تكاسر تكاسر كيف هو تشو كمبيت كرا اخر كيس مال جمع كرنس وتابع فرموا تو شنو خوش كاش اصلا كيف صح الناس فين تقول شو تفضل اصلا يكاد من انه اوتر هاي تنا ارتميديز هو ذس ناو يكاد من انه ارتميديز هو ناو تو اريكا اريكا وانت اللي تنصور في السبيس في جرافيتي في بيتش بول بس شيء سوز باث تاع بس ما وات فالو لاف ني تول سو خوش تو تنا ساتور في اللي كيبيت تاع هكسون لا دي فتا يشاب كي ولا كان بروتش لا دي بار تاتن جمعنا ارتميديز كي ارتميديز كي كاسون خبر كي يبان انا اساس ساين وقت ارتميديز اسمو طيب ما سمجي لا تلمزو بكيا ولا ربنا كيف فرمو تلمزو غير كيف فرمو تنعمل شي زبردست سطفن زهي منا اللقب ان دل على ما يكرهه المدعو به كان منهيا عنه اما اذا كان حسنا فلا ينهى عنه مفهوم درنا فكره بر لقب اگر ايش سن سن ناقص ايش مش خوش اتش منا اگر بر لقب ايش ناقص ايش يعني منا اگر ايش خوش ايش سن لقب ايش سوبر باي ومن هو ثاني أرمن زهيم وانا خصص النهي في الآية بالألقاب التي لم يتقادم أحدها حتى صارت كالأسماء لأصحابه وانا يشهد من أنا كي بر لقب مديوكي يمشي تم لقب يمن برغين أصلا كي يشهد أمي سات أو جز ويسد وقت اسم أغي برغين لقب يس بات يس ناوي أصلا شو دايو تنك ماينه شون أصلا بات مالو هزي نظر تم لقب ونشون مانا يشتر تريف وطنوسي منها قصد الظن بس پچھن تن لاکھ بو سے مراد آسان ان مذمت کریں ان ایشن بات لکھ کی مامن کما وقع کی کثیر من الاحادیث پر حدیث میں مشو عام ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ سر زیرہ پتو اک صحابی اس جس نے ذل یدین رویش من ان اک صحابی وہ تھول جس نے لگا ذل یدین جس نے رضی اللہ عنہ پر ذل یدین تم انہوں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پای پرواز کیا یعنی نماز پای گو مشرف کے لیے نماز لکھ اچھا علماء نے جو سمجھے نماز گیا چھوڑ کے نہ تہ گو ماشاء اللہ تن کیا بن گڑ تہ گو ہز مشرف کے نہ نماز گیا پس من رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ نو فرمو کہ یہ شے کو سنن ذل یدین من چھ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ ذل یدین ہن سس نہیں کہ جیش بو اس موز جو سنن پڑھی نہیں جس بنے ذل یدین اس امین نہ اسی بن معروف گو اور اخر جو سنن اس کا ابھی وان کاٹنا ٹھیک ہے کوشش کر کے سنا اگر کہاں تھو دے تو سنا کوئی ساتھ نہ نظر اس زنگ زنگ فرمان وہ اس نمبر سان جی ہے اگر کوئی سنا نظر نہیں ہے زنگ زنگ کیا وقت تھو سن گے سائی جی اگر وہ کہاں مجھے تو کش نہ ہوئی ہو یار مطلب شی تو ساس ہو گئی تو یہ تو منس کھان دار جی نہ زنگ زنگ کی ساتھ گو تاچ پر پروائے سوجن پتہ سان اب دی من خطر منا ایتھے پیٹ مثال کے طور پر يعني رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمى الصدقه ذو اليدين كذو اليدين انا نقول فقول المحدث مثال عبد الرحمن ابن هرمز اسنا رحمه الله راوي امس اسمنا الاعرج اعرج هو امس كاز امس لنجر امس اسنا ابو يبقى امس اسنا بشرى الخزان اس بعض نام الاعرج اذا بيت سليمان ابن مهران امس اسنا الاعمش اعمج هو امس اشن تخليفه امس اسنا اعمش مش امس سليمان سليمان المهران سليمان ابن مهران الاعمش مش امين ابو سليمان فرزان هذا مش اذا بده شو عايش بس الشماء الا اسم الله بس كيف اسمه اسرائيل غندر اسرائيل كيف شنو غندر ليش زاد شو معناته ليش زاد الشورى اسلام تم تي زاد كرك لجنا اذا بان الشيخ اسم تم من بس بده يقول ليش زاد بده سوينا بده او سوسي بده ان اذا سوسي بده سماني ما تعمل كنت تحصل باربي ان شيء اسم بده ناوي دري تاسي لیکن یعنی اگر یہ ا باسی ما مان تیل پزنا استعمال کرو اس پز یعنی کوشش کرن کہ نہ کر ہونے سے استعمال یہ ریس یا کان چیز کر ہونے سے استعمال کون ہے کہ منن ربن کا فرمود اس لاش تست ایتمس ومن لم يتوب يسل توب قد ما يحس شيء كان ظالم من فيه ان التوبه فرض على العباد التوب شو بندن پر فرض فالواجب على العبد ان يتوب الى الله تعالى واجب شو بندس پر غير ربس كون توبه ويخرج من حق اخيه المسلم سو كسنيرون بان مسلمان بو اسم حق من ها
هانيه سوبيس بس كثر تو بزري لي نفسه يجي مش مسلمان سن حق بوس غير امز نبر باستحلاله كتبه بس ما يموت يا مترا تيا ناقي في غلطي ني دي جات كه ما في والاستغفار بمن غرب استمفي والمدح له بكر بات استري اصلا مش ما سبب مش فلان جي يا سوتش اصل نفر ومقابله على ذنبي لمس ما زمت استعمل كرمز تخ مقابله اسمك اي مش كامل تو يوبي كان انا صدر ساسا لو انت امس كرم ما زن فاطمه جس تو ريبورت مي نا امس من صار بيتا امس ممكن جاتس فيسبوك اسبر انستا هاز بر صار بيجي قال ناس اس بر كذا كايز نا تشوف صفه اسم صفه امس تيكشا قال بعض السلف وانا بعض السلف هنا اصبحوا طائبين و وامسوا طائبين صبح انت ايش كذا سن توب كرم ويتي بنا اور شام است ايش توب يشير الى ان المؤمن لا ينبغي ان يصبح ويمسي الا على التوبه اشار المؤمن فايزن الصبح شام قرن مغرب قد حالت اسمه توبه كيس حالت اسمه فانه لا يدري متى يفاجئه الموت صباحا او مساء كاج انسان شن باي نقري الموت صبح هي ان شاء الله شو بتا ما شو بتا كنسي لكن تو تشيت تبر كان بيه ولا انت ايش بتا زي بان اكاونت اصلا غير كلير ثاوي كمان اكونت سنه انت في فيسبوك اكونت تمت ان غون هن لا اشر باي موت قال مثلا اشر شي كون هو فريد باي شان كي رب ديا قد شيت فر موت كل بار ما كان ها اگر بو مين مار تي كيو دي سو كنت سمول سو شي سو غوري پتا كي بو مار مين بنا يوتي ريل شنا سيري كلام موبايل مو سو ها انا برت بنا ريل ما تول تول سمع تو دي هكا ريسسيكيشن اور باقي سمع كاي هذه لا نقيت لايك السيناريو هو قرص شيء يعني ايش تو مش انسان صار لازم ايش ليش كان من التوان بلكي ايش اسمه عم فن اخر ان قد فرمى عن شو بيتي كي برو كواليتي اللي ذكر كره كي ان ما سكر رب فرمى يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن اي ايمان والو غمان ومز تري يوسف واري غمان كثير غمان تري يوسف ان بعد الظن اسم جاي بعض غمان هسه شو اسن بنا ولا تجسسوا جاسوسي مكريو ولا يغتب بعضكم بعضا قر اخس غيبه ما سكريو اتحب اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتم كتهم شاف كان پسند كران كسو كي پنس ممتز بو يشن ماز بس پيا سشن سنا پسند واتقوا الله اور اس لیے رب سن پر ہزگی کری اختیار ان الله التواب الرحيم بيشك الله تعالى شو توب قبول کرن ول اور سخا رحم کر ايش وش تبع اسمك ايش شيك نمبر فايدة فيه تحديث على الظن الحسن يكون شيء خصي عندنا رد غمان بس بعد غمان يجي سنكار انا سمج اگر زنا فهو كان تاخر عن شيء تقدر تقنع من شيء ميك لاف تويك تقدر تقنع ما صبر رد رد كان كما باجي هم تصبر على كاس كارن كان لكن تصبر جن بعد غمان يجي نفس تاوي اگر كان لڑك يعني اگر كان لڑك چوری اس دراز ايش تھا بلک واجی کا سوی اس کے گمان تھو شمس بین شمس خاندر شمس موج کنا اسم روشن اس گرل فرن ماما نوتی یل پتی قرائن آسن تی قرائن مطلب یعنی مش اولی روشان ہے اسم اچھو کہاں بچانا یل گتر پانے تھی ایت پیٹ بوز نا کرن ایت پیٹ بین گوئی نا کرن ایت پیٹ تب اس وانا شیخ ہاں ہنیف سلو سنا خاصتا تو سہر کس کرد سہر خاندر والی تیرے زنان اگر کون ایسا بغسن بوزن دون تی شروع گشت پلون کیا جب وسن کو گائیڈ پہ رہا ہے ترس کرنا بہت زین سو بے پرد اپ پہلا اخنا پر سو زین ہے تے بغنا وچ سا گائیڈ تھی ہے انا کو بارے تے ریسنٹ میں کیا مطلب میں وسان سال بہ ہس تے مندوں دوس میری ہے تے مطلب صبح ہے تے میں مان مستی کی مطلب تو سنے سو کو سو سے تے نو باقی مگر صبح ہم لوگ نے یہ کہا یہ کیا اس میں مگر اس کے جیسے سو رد گمر اس کو مطلب سو ایک بال اگر مثال کو اگر سو زین ایسے مستی تو ایک کیا کرو اس گمان کو جس نے کہ یہ ایسا اتھیگائی پیارا یہ تو اسے اتھیگائی اب سمجھ یہ مسئلہ پانی میں تعلق وہ اس تھا بات نہ شو اس نے زن تھا اور تحریم الظن بالسوء باهل الخير خير ما لم ست البر گمان تھا وہ واباحته باهل الشر یہ شر ولا سے مسکت ہے ہم کہاں لڑتے ہیں کوچ کوئی مینس کوچنگ سینٹر سے بالکل پیارا پانی اس پر تھی اور سٹڈ جینز لے تو اس پر پیارا اور شر بھی کرام کیا ہوئی اچھا نہیں ہے من کرے گا سبھی کہتا ہے کہ سبھی کہتا ہے کہ 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 ایئر فون تھا جو لگی تھا اور لی اپ تھا مس کر لے پیٹ اور بچی کرا لوگ لو تو تھا اس سوال سے رد گما انہوں نے ایسے تسبیح کر رہا ہے نہیں ہے بول کر کر
وقالوا شو يعني أهل الخير من سجتهم رضغمان أور أهل الشر من سجتهم شو بعد غمان مثلاً لأنه لم ينهى عن كل الذل كاز ربنا ما قر منه ما وات مسكرنا تمام غمان المش ربنا كفر مو اجتنبوا كثيرا من الذل ظارهم غمان المش كفر يوسف يا ما سامي وانا اكثر نمبر لم يقول سبحانه اجتنبوا الظن كله ربنا فرق نصاري في غمان المش بچو لان الظن ينقسم الى قسمين كاز غمان شو قسم قسم اقو قد نق ظن يعني القسم الاول شو بدل الى قسمين جنا إلا شنو عارف جر قسمين شو مجرور القسم شو بدل بدل طبعا يا أبي مجرور بدل القسم الأول ظن خير بالإنسان أقرض جمال إنسان ستهون بهذا مطلوب أن تظن بإخوانك خيرا ما داموا أهل لله شو مطلوب تتوقع من البايرز دود جمال يلتن أنك أهل أصلا وهو المسلم الذي ظاهره العدالة سقول سو مسلمان يمسو ظاهر كشو عدالة شو آدم شو ظاهر اسمه فإن هذا يظن به خيرا أن ستهون دود جمال ويصنع عليه بما ظهر لنا من إسلامه وأعماله. إنسبكتين تعريف كرن تحفر كي يصنع يسون إسلام وظهري أعمال شيء. القسم الثاني ظن السوء. القسم الثاني ذي القسم شو برغمان وهذا يحرم بالنسبة للمسلم ظاهره العدالة. شو حرام تلمس مسلمان تزيد بارسمز جو ظاهر شيء شو فإنه لا يحل أن يظن به ظن السوء. إنس قدر شنو حلال إنس برغمان ثور كما صرح بذلك الأولى. الأولى ما هو كلير أما الظن السوء بمن قامت القرينة على أنه أهل لذلك فهذا لا حرج على الإنسان أن يظن السوء به رود تمس البرغم أن تقول مش أنك أهل أصلا شنو كان هرد إنسان أزغى شيء شو يمس البرغم تيك شمس ما دهرك قوله تعالى بوش تتري في الفيلم بتاه مصدر دوز بإكسي سوا ربنا فرمو اجتنبوا كثيرا من الظن إيه واريه وغمان ونشي بچوز فرمون إن بعد الظن اسمه بيشك بعض غمان هسا شو غنا عند ربنا فايدة الفكرة إشارة إلى الأخذ بالأحد هسا بس احتياط كار إيش بقدر أمشي بس بس احتياط كار احتياط كفنا يعني بايش أجر بقى الجنة يا أشي بتاعك يترن جسي بون إيش لقى بون سأني بون يبدأ كيف بقدر أمشي كي احتياط بس كارون كه نون لك أبز كرم نون أربنا فرموه إيه كثير غمانة مش بيجو كذا كي بعض غمانة هسا شو غنا طرنا بعدين في كده يعني أربنا فرموه من تود ده غمانة هسا شو غنا توي بيجو تصدق جهم أتكلم ما نعني يعني يلي بتصدق جهم مش بيجي هم تود ده مش بيجو سو بان ديك ساعة تيجي فرنا احتياط بدي تيجي ساس كرم يلي مش باتا إيش كي بقى سكت مز خطر خطر شو مش بيجي ده قدم موتنا لما مثلا انت سامج وين تقول ترى فيك الاخذ بالاحوال يلا كان شيء كلير هسه كي مش بس احتياط بس بس اختيار اور تروح تم فيه تحريم التجسس يعني مش حرام او مقرر بدون جاسوسي قال ابن عباس وهو تتبع عورات الناس لو كان هنا يعني السر ينتهي جاسانا او ينتهي جاسان تمن بات بدر يعني بوش انا يكش مش بي نقاب كار بكون مش قسم شو ها مش ما جندس بدر سيتي قسم شو امس مزير مش ختم سنن أنك إيش نفرن كتور كان بيجوز بيجوز تمس حرام كذي مثل مقر كه تو مقر إني مع مع كي من زندقي كي شروع إيش أنا نعم مشي مال كارم زو مشي نتيس كذي دني آرام إيش بدس كذي أصلاً ما سلبوا إيش 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 مناك تجسس جاسوس وقال الأوزاعي منه الاستماع إلى حديث القوم وهم له كارهون يا استماع لقانه كات بوزن يمنا بسنا ما سمعني قصن سمون قصن بوزن يا استوى كان ديوان دارا بيتني شان هاي مشي بات ناق تراوني من كان المسك أصلاً يا كاش بات كنا كم ها كنا هيك بكرة إيش نشاهد هيك بوشي كنا نسوي كاش كمان تكيا ما يجوريش هنا إيش كنا يجوريش روبن شو مش بارد ثوم لكن روب تيت كلي غوان هن بارد ثوم تيت روزك كنا شو بودن لاي أصلاً مش روبن كيس مش بارد بوشي يس مسلمان مش بارد بوشي كير روب كاري تنس سواء يه تنس مثال كده تورك كش نيك هوك مسل إيش يل برسن سار كار كارن إيش بدل كم واجه إيوه باج لا غير بيت بيشو كاش شو ها إيش يبان ما إيش بياسه شو لیکن نت کیا پہ جنس پرد اچھا اور ام پت شو سو ہچم فيه وجوب حفظ ارز المؤمن في غيبته و يتم شو واجب اس طرح پیری کی مسلمان سے عزت اس حفاظت کرن ان سب سے ابسنٹ ہے ان سب سے ادھر موجود ہے وتحريم الغيبه اور غیبت کرن کا شے وهي ذكر الشخص بما يكرهه مما هو فيه سو کی کوئی شخص سن ذکر کرو تے یہ سننا پسند ہے اس سے اور سو آج سے تنیس میں سوچیں
سُہ چیٖز آسہِ تہِ تٔمِس منٛز، لیکِن سُہ آسہِ تٔمِس ناپَسنٛد کہِ یہِ گوٚژھ میون ذِکر یُن کَرنہٕ. اَتھ کیٛاہ وَنو أسۍ، چھِنا پَیی غیبت چھِنا أسۍ وَنان. وَدَلَّ قَوْلُهُ تَعَالَى أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیٛاہ تۄہہِ منٛز چھا کانٛہہ پَسنٛد کَران کہِ سُہ کھیٚیہِ پَنٕنِس مٲمتِس بٲے سُنٛد ماز؟ رۄب فرما پَنٕنۍ تُہۍ چھُو مےٚ ناپَسنٛد کَران. وَنان اَتھ منٛز چھِ أسۍ تَران فِکرِ اَلَت تحزیٖر شٔریٖد، اَتھ منٛز چھِ أسۍ شٔریٖر کھوژناونہٕ یِوان غیبت نِش. وَ اَنَّ الْغیبَةَ مِنَ الْکَبَائِر، غیبت چھِ کَمو منٛز؟ بَڑیو گۄنہو منٛز. لِأَنَّ اللَّهَ شَبَّهَهَا بِأَكْلِ لَحْمِ الْمَيِّت، رۄبَن دِژ اَتھ مُشابہت کَتھ سۭتۍ؟ مَردٕ سٕنٛدِس ماز کھٮ۪نَس سۭتۍ. وَذٰلِكَ مِنَ الْکَبَائِر، کانٛہہ ہیٚکیٛاہ اِنسان سُنٛد خۄد اَنیٛا گوٚو خۄد مَردٕ جانوَر چھُ، تٔمۍ سُنٛد ماز ہیٚکیٛاہ کھٮ۪تھ نارمَل حالات؟ مُشرِک کَتھٕے ییٚلہِ اِنسان سُنٛد کھیٚیہِ، یہِ چھُ بَڑیو گۄنہو منٛز. اس لیے اَتھ آسہِ تشریٖح دِنۍ أتھۍ سۭتۍ، گوٚو یہِ کیٛاہ چھُ تیٚلہِ بوٚڑ گۄن. اَوا سَمجھ تٔمۍ اَصٕل. اور پَنٛژٲٹھِم، الغیبت المحرمۃ بالاجماع، غیبت چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ اجماع کہِ یہِ چھِ حرام. اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ ولا یستثنا من ذلك الا ما رجحت مصلحت، اَمہِ غیبت کَرنہٕ منٛز چھَنہٕ مُستثنا سِوَے تیٖژاہ ہن یَتھ منٛز مصلحت ہاں. کما فی الجرح والتعدیل والنسیح، مثلا جرح تعدیل، أمِس وَنان فلٲنۍ راوی کیٛاہ چھُ، یہِ چھُ ضعیف، فلٲنۍ راوِیَس کیٛاہ وَنہِ نہ، یہِ تہِ چھا غیبت، لیکِن یہِ کیٛاہ چھِ، اَتھ منٛز چھِ مصلحت. یا یِتھَے پٲٹھۍ نصیٖحت، کانٛہہ آسہِ ژوٗر، أسۍ کھوژناووکھ لُکے فَلٲنۍ آسہِ سُہ ژوٗر، چَندَن اَتھ تھٲیزیو خیال. آ سَمجھ گوٚو تہِ اَتھ منٛز چھِ مَسلہٕ، نَتہٕ چھَنہٕ غیبت چھِ بِلکُل حرام اور اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ اِجمام. کٔژِم اوس یہِ؟ پانٛژھ. اَمہِ پَتہٕ گوٚو شُہٲٹِم، فیٖہِ دٔلیٖل علا اَن الاغتیاب الممنوع اغتیاب المؤمن، وَنان یَتھ منٛز چھِ دٔلیٖل کہِ غیبت یۄس ممنوع چھِ، سۄ کۭژاہ غیبت چھِ؟ مومِن سٕنٛز. لا ذِکر الکافر، کٲفِر سُنٛد ذِکر چھُنہٕ غیبت، مگر اَکھ اِنسان ما تھٲے آو وۄنۍ وَلہٕ تۄہہِ کَرو کٲفرَن ہٕنٛز غیبت، أمِس کیٛاہ فٲیدٕ چھُ؟ وٕچھتہِ وَذٰلِكَ لِأَنَّهُ شَبَّهَهُ بِأَكْلِ لَحْمِ الْأَخِ، کیٛازِ رۄبَن فرمو یہِ چھُ زَن پَنٕنِس بٲے سُنٛدُے ماز کھٮ۪وان. وقال من قبل، اور رۄبَن فرمو اَمہِ برونٛٹھ، اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَة، بٲے کَم چھِ؟ مومِن. فلا أخوَّة إلا بين المؤمنين، اس لیے چھَنہٕ اخوت سِوایے مومِنَن درمیان. ولا منع إلا من شيء يشبه أكل لحم الأخ، اس لیے چھُنہٕ منع سِوایے تَمے چیٖز نِش یُس پَنٕنِس بٲے سُنٛد ماز کھٮ۪نَس مُشابہ آسہِ. اور اَتہِ کیٛاہ تورَن فِکرِ، سۄ کۭژاہ غیبت چھےٚ مومِنَس منٛز؟ چھا ٹھیٖک مَسلہٕ؟ تہٕ گوٚو یہِ چھُ اَسہِ یہِ تورا فِکرِ فٲیدٕ، تۄہہِ تورُو فِکرِ. سَتہٲٹِم، فیٖہِ سُوال، وَنان یَتھ منٛز چھُ سوال، مَل حِکمَتُ فی حضرت تشبیٖہ، رۄبَن کیٛازِ دِژ یہِ تشبیٖہ؟ غٲبَتَس کیٛازِ دِژ رۄبَن تشبیٖہ کَتھ سۭتۍ؟ پَنٕنِس بٲے سُنٛد ماز کھٮ۪نَس سۭتۍ. الجواب ہوا اِشارَت الٰی اَنَّ اِرْدَ الْاِنسَانِ کَدَمِهِ وَلَحْمِهِ، اِنسان سُنٛد عزت چھُ آسان أمۍ سٕنٛدِ خوٗنٕکۍ تہٕ مازٕکۍ پٲٹھۍ، اِنسانَس چھُ عزت تہِ تِتھٕے پٲٹھۍ کیٛاہ أمۍ سُنٛد چھُ خوٗن تہٕ وَحاظا مِن باب القیاسِ ظاہِر، یہِ چھُ قیاسِ ظاہِر. قیاس ظاہِر گوٚو، اَتھ چھِ وَنان القیاس الجلی، قیاسَس چھِنا مُختٔلِف قٕسٕم، تَتھ منٛز چھُ اَکھ کیٛاہ القیاس الجلی گوٚو، یَتھ منٛز نہٕ بِلکُل کانٛہہ اِختِلاف آسہِ. آ سَمجھ، مِثال کے طور پَر ڈرٛگزَن چھِ أسۍ قیاس کَران کَتھ پٮ۪ٹھ؟ شرابَس، اَتھ چھِ وَنان القیاس الجلی. تِتھٕے پٲٹھۍ چھُ یہِ تہِ، یہِ چھُ بِلکُل، یعنی یِتھ پٲٹھۍ اَکھ اِنسان چھُ وَنان کہِ بہٕ واتناوَن بیٚیہِ سٕنٛدِس خوٗنَس اور مازَس واتناوَن تکلیٖف، تِتھٕے پٲٹھۍ أمۍ سٕنٛدِس غیبت ذٔریعہٕ واتناونہِ أمۍ سٕنٛدِس عزتَس تہِ چھُنہٕ تکلیٖف واتناوُن. ذٰلِكَ لِأَنَّ عِزَّ الْمَرْءِ أَشْرَفُ مِنْ لَحْمِهِ، وَنان بٔلکہِ عزت یُس مُسلمان اِنسان سُنٛد آسان چھُ، أمۍ سُنٛد خوٗنہٕ کھۄتہٕ مازٕ کھۄتہٕ تہِ زیادٕ شرف وول. کانٛہہ نفر چھُ کیٛاہ، کانٛہہ نفر چھُ پَنُن خوٗن اور پَنُن جِسمَس تکلیٖف واتناوُن یَژھان پَسنٛد کَرُن، لیکِن وَنان عزت گوٚژھ نہٕ مےٚ ختم گژھُن کِہیٖنۍ. فیضا لم یحصل من العاقل عقل الناس، ییٚلہِ نہٕ عقل مَندَس خٲطرٕ یہِ چھُی جٲیِز، یہِ چھُنہٕ اَصٕل چیٖز کِہیٖنۍ کہِ سُہ کھیٚیہِ لُکَن ہُنٛد ماز. لم یحصل منه قرض اردهم بالطريق الاولى، وانا ییٚلہِ نہٕ ماز کھیوٚن چھُ جٲیِز کِہیٖنۍ، تِتھٕے پٲٹھۍ چھُنہٕ تِہنٛدٮ۪ن عزتَن ژَٹنہٕ یہِ، یعنی یہِ چھُ زیادٕ حق تھاوان کہِ اَمہِ نِش یہِ چھُنہٕ جٲیِز. لِأَنَّ ذٰلِكَ عالم، کیٛازِ یہِ چھُ زیادٕ تکلیٖف دِتھ، ماز کھٮ۪نہٕ سۭتۍ گژھِ نہٕ اَسہِ تکلیٖف، لیکِن ہُہ چھُ کیٛاہ زیادٕ تکلیٖف دِتھ، عزتَس ییٚلہِ أمِس حملہٕ گژھان. اللہ تعالیٰ تھٲیِن سارنٕے آفیتَس منٛز. اگر کٲنٛسہِ خوٗن زَن ہیوٚت ژوٚپ، ٹھیٖک چھا مَسلہٕ، سٲری کیٛاہ کَرَن أمِس؟ کیٛاہ ہوٗنیا ہیوٚتُس بِچارَس کیٛاہ؟ لیکِن اگر کٲنٛسہِ عزتَس کوٚرُکھ حملہٕ، أمِس ووٚن کہِ یہِ ہسا چھُ فلٲنۍ، یہِ ہسا چھُ حرام کٲری کران، یہِ ہسا چھُ ڈرٛگٕس کران، یہِ آسہِ نہٕ کران، زیادٕ کُس باسہِ أمِس خٲطرٕ؟ یِہوے چھُنا عزتُک حملہٕ چھُ آسان بوٚڑ. اور ارہٲٹھِم، اُستُدِل بِحاظِ آیا علی اَنَّهُ لا یجوز عقل لحم ابن آدم میتن لمن اضطر الیہ، یعنی یہِ چھُ وَنان اُستُدِل، ییٚمہِ آیتہِ نِش آو استدلال کرنہٕ، گوٚو اَتہِ چھُ تَران فِکرِ یہِ چھُنہٕ مُتفق علیہ، وَنان ہے اگر ہسا اَمہِ تَل آو استدلال کرنہٕ کہِ اِنسان سُنٛد ماز نہ سا چھُنہٕ جٲیِز کھیوٚن کِہیٖنۍ تہِ، تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ اگر سُہ اِضطرار کِس حالتَس تہِ آسہِ، سُہ آسہِ مَرنَس تَیار، اِنسان سُنٛد ماز ہیٚکہِ نہٕ کھٮ۪تھ
لأنه تعالى ضرب به المثل في تحريم الغيبة. Guys, Robin, this إنسان ما هنش مثال غيبة كيس فرمة فيزة ولم يزرب بميتة سائر الحيوان. Robin, ما جز؟ يتوى كيما منطق غيبهما. Robin, ما فرم؟ Robin, فروح إنسان سن كيو أترى بيلي كهو قرآن تقصدار أغر تنجي هز حالت تأس تو أجهكني إنسان سن ماز كي؟ كهند. فدل ذلك على أنه في التحريم فوقها. أتشكرن دلالتك خد مرضو باك أنه تكون شعران لكن إنسان يساس أنه خد زياد كرمت فإنسان يجب أن يكون كهو أنت الإسفر أتمنى شدهم قولتك أغري مرة سأستايا كيف فقط ما نمانسي أغري سأجد بيك هنتا سأبر لكي هيك يجب شكو خمس لا على طرابة جي أنت المصحالة لأسنا كل سبت فيد يجب أن يجب زبردس فيد أتسن جوت كهانا فرش مانان هي تمي أدمي أكبر تنسون غيبة تنسكا نقصان قولتا مثال سوني شوية تن ماز كان سيت لايك تنسا لكن غيبة كانت نسيت ما لو تنسكي كيف تنبوزن منا كلمة ميتا رومان كيو رومان فرمو كيا توي شو بسن كران توي كيو ممتز بيش ما منا أتمنى كيشو منا إشارة إلى دفع وهم أتمنى شو إشارة سو وهم شو يمان دور كرن وهو أن يقال سو هو يكي مني القول في الوجه يؤلم فيحرم أجر سكران بوح بوح تنسي إذا بكايدي يشيل تكليف باتنا يشيل شو حرام أما الاغتياب فالاطلاع على عليه للمختار رود من بعد كمان هم يشيل غيبة أي كارنة تمشون تاني بس بتاعها سان تمشون ما تستكلي بس كاس تمشون بتاعه ماين كان هي فلان هي أوش يعني غيبة كارا نادر كاسين تستكلي ما شو رأيه يعني argumentation هذا يسبي هذا شو هسه فلا يؤلم يواتنا نستكلي فقال ربنا كفر مو أكل لحم الأخ وهو ميت يا حال تسمس كريبة توي بسند بانس بعيش الماز كروس كاش مرد أيضاً لا يؤلم أغرق إنسان بانس بعيش الماز كاش هاش مو متنس لقيت إنس ما لقيت وما هذا فهو في غاية القبح لكن أن قبح وش اسمه غير أنت غيزات نابسند لما أنه لو اطلع عليه لتعلم كاش أغرق سو مو متكاش إنسان زند أول ياش تسمس الماز كمان تنس كاش تقليد كم كين غتشس كما أن الميت لو أحس بأكل لحمه لا آلمه يعني يتبدي يعني بسمي غيبة كربات كين أقرب سؤال جانا قاو سؤال شاف خوش كين نخوش تنس لاجينا مرة يتبدي هميس يعني مرض سون ما زي كمان إيش سؤال زلة تنس تلاجي تتبدي هميس تلاجي أقرب شيء من كاس لاجان شو اسمه كين لكن لاجس تعرف سامي جمان يهود أرجومنت أصلا مش أسان غلب أيضا تنس كاس تنس تكليف كين يور شو بعفس جواب كي يشوف خد مرض عايشي يشوف مموت عايشي تنس تلاجي كين تنس شو هني كين أمس مرض سون مرض سون جيز أعرف تماما نادر أن أقول تبغى تشوف غيبة تجيز، أعرف تشوف غيبة تجلس كارنيش ما سوتشون بيتن، تمشون ظاهرا ستأكلير بسان، كذا أعرف خادم مموتيو سايس سو كذا زيد تجلس كذا ستأكلير، كذا بيت أعرف هو تجلس غيبة شيفا كارن، سو هي أوتان أنن تجلس تكيا كذا سي تأكلير كذا سي هو إتراف يجري، يشوف بالكول زبردة سات مزيل لفظ ما يتنا أول شيء نعمل. أشا ساتي منا فيه معنى لطيف، أتمنى شو أبيع النقطة وهو أن الاغتياب كأكل اللحم الآدمي ميتا. كي غيبة كارن هسا شيء إنسان سون مرض إنسان سون ماز كم ولا يحل أكله إلا للمستر اور وش غير كن كيا وناسي كيا هو كور استدلال كي إنسان سون ماز هكا ون استدلال كي حال تسمعت كيا إيش ده يمقول منا إنسان خد مرض إنسان سون إيش ممت إنسان أي إنسان ماز شون حلال كم سواء مستر يوس أسي اور كوتا كي يتهني مش حاجة أسي على قول من أجاز ذلك للضرورة قف قول اسمه تيلو ولا ما هو مجلس إجازة دبي شو كثر في لي أغر شيء قول ما نو تلقى إشترى في لي ممتاز إنسان سون ماز شون كون جيز كيه سواء أغر إنس إنت هي جاد إسترارا شو مار نستيار يكي تي سهن إنس إنس زوم بج ترى في لي سهن كلا أك قول متجيب بل مستر إذا وجد لحم الشاة الميتة واللحم الآدمي الميت أغر يشي مستر إنسان أشي لابي صاوج من ماز جس قد مرضى أشي يلابي كمسون إنسان سون ماز جس ممت أشي يكا كاركين فلا يأكل لحم الآدمي يكون هذا كي يكي تاوجهن يكي إنسان سن فكذلك المختار يكي قد شو غيبة يشو أسان كران إن وجد لحاجته مدفعا غير الغيبة فلا يباح له أغر يبنس حاجة الصبر بدل قد طريق لأي يعني أغر إنش ذكر كارن شو إنش غيبة كارن كيه يكي سوي طريق اختيار يكي غيبة طريق اختيار يكي مثلا بتو اسبيد انس استرار ويلس يعني اگر مش ضرورت پے انس پائزی تو طریق کرن تے یت مز انس اوب پے کرن کی غیبت پیس کرن کی ہی اسپیڈ اگر کوئی صاحب جی نماز ہے ممت صاحب جی نماز اور ممت انسان سن نماز یہ ترجیح کا ممت صاحب جی سیٹنگ مس کوئی طرح اسپیڈ دا اور اکثر تم سو ان المغتاب له سبيل الى التوبه بكل حال غیبت کرن ویلس توبہ سنوا
ها وان كان الذي اغتيب ميتا او غائبا. اگر تو سو جس موت جس غیبت ایسا مستر سو اس نے ایتن کی یا سو اس موت وہ ماشي جس یا چلس مو فی مانگن تنسی اگر نہ موم کی راستے یا اگر نہ بغا قیام کو دای مستر رئیس گسی اور یاش پر توحید بولا دم سچی غلطی گم تے اس تو کو کرم نہ دمس گم رب کہے تنس پانے رہے چلس کلس نے غیبت کرمس اس اور اس کرا اللہ پر فضل لیکن مو فی جس مو ما کرے اکاؤنٹ جانا پتہ غیبت کر پتہ کر لا اس وقسم العباد الى تائب وظالم ربن قر بندن قسم کیا توبہ کرن وہ اور ظالم ربن کہ ومن لم يتوب اس توبہ کرے سکے ظالم ربن قر زقس توبہ کرن وہ اور ظالم وما ثم قسم ثالث البت تريم قسم شنو واوقع اسم الظالم على من لم يتوب ربن لگو ظالم نا تمش توبہ کرے ولا ازلم منه ورتن شنو قد ظلم شنو كان لجهله بربه وبحقه كاج شو جاهل رب سند رب اسمه تلك ورب سند حق اسمه تلك وبعيب نفسه وافات عمله اور بيشي جاهل بان نفسه كي اضنيش اور بان عمله هي له افات اما سامج ورب شنو قد ظلم شنو كان طب فرمو يوسف توب كاي بما يكاش اسال بان من ظلم كان توب كان الله تعالى دين ايش توب كان توب ان بتشكا فايت روهم فرمى يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير. ايش هي وشو بنيها؟ قالوا اكسبت السيف.